السلام عليكم يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين. أول حاجة أنا بس بوضح، أنا في فيديو عملته لحسن شاكوش من فترة وقلت له ألف ألف مليون مبروك على محل الكوافير بتاعك، وكنت بتمنى ليه إن هو ربنا يكرمه ويكون المحل فتحت خير عليه. فوجئت بعد كده إن هو في أثناء الفيديو قطع النص الأولاني وبيتكلم إن أنا بقول له ربنا يكرمك يا رب ان شاء الله وتكسر الدنيا يا عم الناس وتبقى حاجه كويسه ليك في الاغنيه بتاعتك او الاغاني بتاعتك اللي جايه. المهم انا بس بوضح بس ان هو الفيديو الاولاني هما قطعوا النص الاولاني وخدوا الفيديو اللي هو انا بقول له انت ان شاء الله تكسر الدنيا وتبقى احسن مطرب وربنا يكرمك. لا، الفيديو ده مقطوع نصه، الفيديو الحقيقي موجود وانا كده كده هنزله بدايه الفيديو واخر الفيديو. حبيت بس انزل الفيديو ده توضيح لان انا راجل لاعب كوره، بحترم اي حد ان كان في اي مجال، كان مجال فن، مجال رياضه او اي حاجه. بس القصه كلها ان انا بوضح عشان بس ما يبقاش حد يصطدف مع العكه ويقول لك الحضري بيتحدى الناس، ان في ناس ممكن تكون واقفاه او يكون عنده مشكله مع نقابه المهن الموسيقيه، وفي الاخر ممكن الناس تزعل مني او ممكن الناس تتضايق مني.